قصد تعريفه بالاختصاصات المستحدثة للمحكمة الدستورية في ظل دستور الفاتح نوفمبر 2020. نظمت المحكمة الدستورية يوما دراسيا بولاية وركلة. رئيس المحكمة الدستورية عمر بالحاج، ولدى إشرافه على افتتاح إشغال هذا اليوم الدراسي، أكد أن التعديل الدستوري جاء ليكرس مبادئ الديمقراطية الحقة ويضمن توازنا حقيقيا بين السلطات ويحمي الحقوق والحريات ويكرس استقلالية القضاء ومبادئ الحوكمة النزيهة وكذا أخلقت الحياة العامة. حرص المؤسس الدستوري على ضمان سمو الدستور مؤسسا محكمة دستورية بصلاحيات واسعة في مجال ضبط سير المؤسسات ونشاط السلطات العمومية والفصل في الخلافات التي قد تحدث بين السلطات الدستورية. ترأس اليوم الوزير الأول نذير العرباوي اجتماعا للحكومة خصص للاستماع لعدد من العروض القطاعية حول متابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بتنمية قطاع الفلاحة لا سيما في الجنوب ومسار التحول الرقمي الوطني وتطوير صناعة الحاويات. كما استمعت الحكومة إلى عرض حول البرنامج الخاص بتعزيز قدرات تخزين الحبوب خاصة فيما يتعلق بتنفيذ مشاريع إنجاز صوامع التخزين، بالإضافة إلى عرض عن وضعية الاستثمارات الفلاحية في الحبوب وتطويرها ورفع مساهمتها في تجسيد الأهداف المسطرة في مجال تحقيق الأمن الغذائي. وفي إطار متابعتها للإنجازات والتقدم الحاصل في تنفيذ مشروع التحول الرقمي الوطني الشامل الذي أقره رئيس الجمهورية، استمعت الحكومة إلى عرض حول رقمنة قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي من أجل تسهيل وتسريع الإجراءات الإدارية لا سيما الانتقال إلى الجيل الثاني من نظام بطاقة الشفاء. كما استعرضت الحكومة جملة من التدابير المتخذة من أجل تطوير الصناعة الوطنية للحاويات ومرافقة المتعاملين الناشطين في هذا المجال. وفي الأخير استمعت الحكومة إلى عرض حول وضعية السوق الوطنية للهواتف الذكية وتدابير المقترح اتخاذها لتشجيع إنتاجها محليا لتلبية احتياجات المستهلكين مع مراعاة المخاطر المرتبطة بالأمن السيبراني. السلام عليكم إخواني منتسبي تنسيقية الوطنية لمشطوبين. نحب نوصلكم هذا النداء ونقول لكم وين ما كنتوا وين ما تكونوا لازم تلتحقوا بنا في مدينة 14 وتناصروا خوتكم. الحقوق تاعنا راهي مشروعة وما لازمش تحشموا وما عندكمش أعذار باش ما تلتحقوش بنا للميدان. راكم تتكلموا وتقولوا حقوقنا مشروعة ونهار اللي طلبت الوزارة جيتيو بالمئات تاع الملفات وتتكلموا وتقولوا باللي احنا عندنا حق. اثبت وجودك وبين باللي انت ملاحق اذا كنت تساهل الحق، واذا كان ماكش ملاحق ربي بعدوا لينا ان شاء الله كامل، ماشي انت وماشي انا وماشي الاخر. الحقوق هذه راهي ما تجيش بالساهل ولازم الناس هذه تحارب على الحقوق تاعها. ومن عندي نقول لكم الانسان اللي حاب يخلص نهار 14 لازم يحضر معنا ال 14 وهكا تكون الحقوق تاعنا تكون مشروعه. وش نقولوا الانسان اللي حاب يدي حقه لازم يكون حاضر معنا. الحمد لله احنا عرفتونا في الميدان وبقينا نمشيو في الميدان وماناش نهربوا من الميدان. الانسان اللي يهرب من الميدان راهو انسان جبان. ونقول لكم كلمه واحده اخوتي ما تحشموش بها وما تقولوش ادم ياكل الدواره. انا نقول لكم حاجه واحده، اثبت وجودك في الميدان، ما تستنى الامر من شامخ، ما تستنى الامر من كرميش، ما تستنى من امر من تمنسق. راك تقول حقي مشروع، احضر الميدان. اللي عنده حق راه يحضر الميدان وما يديش الحجه تاع ما كاش النقل وما كاش وما كاش وما كاش. احنا كل طلعنا معنا هنا مناضل اخويا عيطوا له من الشركه وبحجه الغياب راهو قادر يتعرض كما نقولوا للطرد. بجال من؟ بجال عباد يحبوا الزورة، بجال مرخص، بجال شي عباد يكونوا بخسارة باش نقولوا مشطوبين. نقولوا أكثر من مشطوبين، باسكو المشطوب أشرف منك. والناس هذو اللي حضروا معانا هنايا راهم شرفاء نتحوا لهم ونرفدوا لهم القبعة.
نقولوا لهم نحترموكم ونحبوكم ونعزوكم، والحمد لله ربي طول الاعمار وزدنا للميدان وجينا للميدان. انا نقول لكم كلمه واحده اخوتي، وربي يهديكم الناس هذو اللي قاعدين تحت الزاوله وقاعدين يتصلوا بالهاتف واش جديد واش كاين واش ما كاش. انا نقول لك كلمه واحده، نقول لك اثبت وجودك، الذكاء تاعك انتيا عندنا راهو غباء، ريح في الزاوله. انا نقول لك لو كان تمطر السماء بالحريه، انتم اللي متخبيين في دياركم تقولوا اعطونا ميدالة، تحبوا تبقوا عبيد. احنا اليوم في الميدان وباقيين في الميدان، وان شاء الله نبقاو في الميدان الا كان كاتب لنا باش تعتقلنا الدوله، ولا كتبت لنا باش نموتوا نتشرفوا بهم في زوج. فكتب لنا ربي باش نديو الشهاده، وكتب لنا ربي باش نديو الشطب. والحمد لله انا نعرف باللي الشطب تاعي من المؤسسه العسكريه، راني مظلوم ومانيش نبكي، مانيش نقول سيدي الرئيس سبون. انا نقول لكم حاجه واحده، اللي يحب حقه يحضر الميدان يدي حقه، الحقوق تؤخذ ولا تعطى، هذا واش نقول لكم. الناس اللي حضرت بارك الله فيها، والناس اللي راهي جايه في الطريق ربي يوصلها على خير، والاندال اللي تاخذوا حجج واعذار باش ما يجيوش للميدان، نقول لكم قدركم عالي ونظامكم باهي. الميدان للشجعان والاختباء رمز الجبان. وكلمة الأخيرة اللي نقولها لكم، أنتم اللي تستناو في شامخ عيسى يعطيكم أمر التحاق. أنا نقول لكم شامخ ماهوش حاضر، ونتمنى لو كان يحضر، مي ماناش عارفين علاه ما جاش، مي صح ما نحتاجو حتى واحد يجي. المثل القديم واش يقول لك، حفنا نحل ولا شلوش دبان، حفنا نحل ولا شلوش دبان، حفنا نحل ولا شلوش دبان. وبارك الله فيكم لحديث قياس. الذكرى على الناس كامل بالبركه.